مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد اليوم. في حلقه اليوم نناقش القضيه التي بدات في قناه اخباريه فرنسيه بي اف ام تي في، ثم تحولت الى حديث العام والخاص في فرنسا، ثم اصبحت قضيه ذات صدى عالمي. نعم، هي قضيه الصحفي ذو الاصول المغربيه رشيد دمباركي، طبعا اصوله مغربيه، يعيش في فرنسا، يشتغل في قناه اخباريه فرنسيه، لكن تبين بانه مجرد اداه مخزنيه صهيونيه. هذا ما كشف عنه تحقيق يسمى ستوري كيلرز، أو قتلت الخبر أو القصة الإخبارية، من إنجاز مجموعة Forbidden Stories الدولية، ونشرتها عديد وسائل الإعلام من بينها فرانس أنفو، من بينها لوموند، من بينها The Guardian البريطانية، ووسائل إعلامية عالمية. كشفت أنه هذا الصحفي كان يقوم بتمرير رسائل، كان يقوم بتمرير أخبار في نشراته الإخبارية في قناة بي اف ام تي في. طبعا هو مشهور، كان يقوم بتقديم نشرة الأخبار الليلية والعديد من البرامج الإخبارية في هذه القناة الفرنسية الشهيرة. في 11 أو 12 من جونفي الماضي تم توقيفه عن العمل في هذه القناة إثر تحقيق داخلي، ثم ما لبثت القضية أن أخذت أبعادا أكبر وأكبر وأكبر. هذه المرة هو جزء من شبكة تعتيمية تقوم بالتزوير، رؤوسها من الصهاينة، رئيسها تحديدا عضو سابق في القوات الخاصة الصهيونية. وهذه فضيحة أخرى بعد فضيحة بيجاسوس، يبدو أنه الكيان الصهيوني والمخزن في تحالف فضائحي جديد مستمر كل مرة بعنوان. طبعا حتى نتحدث حول هذا الموضوع، حول أبعاد هذه القضية، هذا التغلغل المخزني، وما الذي تكشفه حقيقة هذه القضية التي أزعجت الكثيرين في العالم، معنا البروفيسور العيد زغلامي، أستاذ إعلام بجامعة الجزائر. أهلا بك بروفيسور. أهلا، مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا. ومعنا أيضا الأستاذ حدي الكنتاوي الدبلوماسي الصحراوي الذي يلتحق بنا عبر سكايب. أستاذ حدي الكنتاوي مساء الخير. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا بروفيسور العيد زغلامي، لو أبدأ معك، إذا القضية حتى نحللها باش يفهمها المواطن يعني العادي، صحفي فرنسي من أصول مغربية، يعني من خلال البحث، يعني وسلط على نفسه الأضواء من خلال البحث، يبدو أنه فيه تنسيق كبير. دائما ما نشاهده في وسائل الإعلام المغربية ويتحدث وينقل الطرح المغربي، يعني هو عايش في فرنسا لكن قلبه مخزني ومرتبط بسياسات المخزن، يعمل في هذه القناة بعد أن تمت الإشارة إليه في هذا التحقيق أو في تحقيقات سابقة، بدأوا في دراسة تحركاته فوجدوا بأنه يقوم ببث أخبار لم تمر على يعني الهيئة التحريرية المعروفة. معروف أنه الصحفي لما يكون يقدم الأخبار، هذا الخبر هو مر على مجموعة من الرؤساء التحرير، مجموعة من المسؤولين حتى يقرأه في الشاشة، وبالتالي يعبر عن سياسة إخبارية لهذه القناة. ترى ما الذي تضيفه هذه القصة من فضائح للمخزن؟ مساء الخير، شكرا مرة أخرى، تحية لك ولضيفك الكريم والطاقم العمل معك وكل متتبعي قناة البلاد. نظن هذه مرة أخرى كما تفضلت سيناريو آخر يدل على أن المخزن تغلغل في الأوساط البرلمانية، في الأوساط السياسية وفي الأوساط الإعلامية. نظن من خلال حادثة الصحفي ذو الأصول المغربية رشيد مباركي، وهو يخدم في قناة تلفزيونية بي اف ام تي في، وهي قناة خاصة، يدل على أن المخزن تمكن من اختراق وتغلغل في كل الأوساط. أنا لا أستبعد أن هناك ذلك صحفيين من أصول مغاربية أو موكلين أو على ذمة المخزن موجودين في فرانس 24 وفي المجمع الفرنسي التلفزيوني. اعتقد فرنس تلفزيون، فرنس تلفزيون، اعتقد فرنس 24 هناك كذلك جهات او هناك اطراف. فلهذا قد يتساءل سائل لماذا الاعلام الغربي وبالضبط الاعلام الاوروبي والاعلام الفرنسي يتعاطف مع احتلال المخزن للجمهورية العربية الصحراوية؟ لا لشيء، لأنه تم شراء ذمم هذه الصحفيين، وكما تفضلت هذه شبكة
شبكة ليست فقط تنشط على المستوى الأوروبي أو المستوى الفرنسي، ولكن شبكة امتداداتها في الكيان الصهيوني. وهنا ندخل فيما يسمى باستراتيجية، هناك استراتيجية تعتيمية، وهو الآن المغرب يوظف ما يسمى بمفهوم سبين دكتورز، وهم أهل الاختصاص، اختصاصيين في التضليل، في التعتيم، في كل ما تحسين صورة بلد معين. بعدما خسر المخزن دبلوماسيا وسياسيا قضية الصحراء الغربية في أروقة الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي، فهو يحاول لا لشيء إلا فقط لتغيير صورة المغرب، صورة المخزن في الإعلام، في الإعلام، لكن ترى ربما أنت كأستاذ الإعلام دكتور زغلامي بالضبط في الإعلام الفرنسي قبل أن نمر إلى الأستاذ حدي الكنتاوي، ألا ترى أنه المفروض يقول لك فيه تأثير الإعلام، الإعلام يؤثر ويتأثر، أكيد أنه البعض يحاول أنه يؤثر في السياسة الإعلامية عبر اللوبيينج، وسائل ضغط مختلفة، معروف هذا في الإعلام، لكن أنه بهذه الصورة البائسة نوظف عميل داخل القناة، وهذا العميل احيانا يعني يعس هذاك الرؤساء التحرير لما يكونوا منشغلين، ويبث امور في نشرته لم يوافق عليها التحرير، هذا بؤس. اعتقد قد لا يكون بؤس، وقد يكون تواطؤ من جهات فرنسيه، هذه كذلك فرضيه من الفرضيات القائمه، لان لا يعقل ان نترك صحافي ليس من اصول فرنسيه ان نتركه عفوا لديه كل استقلالية في طرحه، في تناوله، في تحريره للقضية، ما خاصة قضية الصحراء الغربية. فأعتقد جليا أن هناك تواطؤات من طرف هيئة تحريرية، ورأيناها في كثير من الإعلام الفرنسي. هناك نظن التوجه هو ليس فقط قضية بي اف ام تي في، الشيء الذي من خلال هذه الحادثة نكتشف بأن المخزن كانت عنده استراتيجية احتوائية وإغرائية، وكذلك ربح الذمم، سواء كان برلمانيين، سواء كان صحيح سياسيين، صحيح، سواء كان دبلوماسيين، سواء كان صحفيين، لن يشيل يتغلغلوا. النقطة الأخرى أخي علي أريد أن أذكرها، هو ليس فقط، وأنا لاحظت حتى الإعلام العربي كثير منه مؤيد لمغربية الصحراء الغربية، قد يتساءل سائل لماذا هذا التوجه، وقد يكون فيها املاءات، ولكن في هذا الاعلام الذي هناك هناك قضيه ان ربح يعني شراء ذمم لكثير من الصحفيين ومساندتهم وتعاطفهم مع المخزن في هذا الاعلام الذي تحدثت عنه في هذه القضيه تحديدا ضارب بالنح، عامل نفسه ميت تماما. انتقل الى الاستاذ حدي الكنتاوي. استاذ حدي الكنتاوي، بيجاسوس اخرى، فضيحه اخرى، دائما المثير هنا المخزني مع الصهيوني فريق واحد. أستاذ علي شكرا مرة أخرى. بطبيعة الحال النظام المخزن وسياسته التوسعية ومحاولة شرعنة تغيير شرعي و أستاذ حدي يعني لو يعني جلستك أمام الجهاز تكون أحسن مثل ما كنت في بداية الحصة لو تفضلت. طبعا شكرا جميل، تفضل. شكرا. تفضل. اعتقد ان نظام المخزن ومحاوله تلميع صورته واستغلال المباح وغير المباح في هاته الصوره القبيحه والتي تحالف مع النظام الصهيوني العالمي من اجل تلميع هذه الصوره، ليس من اجل الشعب المغربي بطبيعه الحال، وليس بما يخدم مصلحة الشعب المغربي بطبيعة الحال، بل نحن تأكد الجميع حتى من كان لديه شك أن هذا النظام في المنطقة هو نظام وظيفي ويلعب دور إملاءات وسياسات واستراتيجيات الآخرين الذين يصنعونها من خلف البحار ومن خلف الحدود. وبالتالي علاقة المخزن باللوبينج العالمي والعلاقات المشبوهة الغير طبيعية التي تنسجها الدول التي تحترم نفسها وتقدر مكانتها وقيمتها بين الدول وبين الأمم، المغرب دائما يتساءل الجميع ما هو السحر وما هي الكلمة السر التي يستعملها المغرب الذي يحاول إقناع
الكثير في العالم الغربي وللأسف الشديد حتى في العالم العربي بأن الصحراء الغربية هي امتداد التراب المغربي، والرواية المغربية هي الرواية التي على الأقل إن لم تنفيها لا تتحدث عنها. هذا هو المبدأ العام. الغريب في قضية رشيد، والحقيقة هي بارتباط مع ماروكو جيت في البرلمان الأوروبي، بارتباط مع بيجاسوس، هو كله يؤكد هذه العلاقة الحميمية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي. ربما أن قضية الصحراء الغربية هي التي هي بين النظام المغربي المخزني وإسرائيل. هذه العلاقة يعني مجالها ووكرها الحقيقي هو الريليشن بابليك، يعني العلاقات العامة، وما لم يستطع المغرب الدخول إليه من البوابات الواسعة من الشرعية الدولية من الحق القانوني والحق السياسي دخله من النافذة من خلال حتى ربما نضع المشاهد في السياق أستاذ حدي أكبر قدر ممكن. أستاذ حدي، حتى نضع المشاهد في السياق أنه قضية أنه في نشرة إخبارية قدمها قبل شهور في الصحيفة الماضية تحدث رشيد مباركي حول موضوع ما بين الاحتلال المغربي ومؤسسة أو جهات أوروبية، وذكر يعني نسب الصحراء، لم يقول الغربية بل قال المغربية، وفي تماشي مع الطرح المخزني في هذا الصراع. هي القطرة التي أفاضت الكأس، يعني سلطت الأضواء، الناس التقطوا هذا الكلام وركزوا عليه، وعبر حملات بدأت إدارة القناة تتجاوب. بطبيعة الحال نحن نعرف جميعا على الأقل هنا في أوروبا أو في العالم بأسره، لا أحد يعترف بالصحراء الغربية أنها امتداد التراب المغربي. المحكمة الأوروبية العليا وهي أعلى هيئة قانونية أوروبية يختصم إليها مختلف 29 دولة أوروبية اليوم أقرت وبصريح العبارة بثلاثية يعني أركان حكمها أن الصحراء الغربية إقليم يتميز تماما عن المغرب، أن المغرب ليس له الحق في تحريك ذرة رمل من الصحراء الغربية، وأن المالك الحصري والوحيد للصحراء الغربية وخيراتها وثرواتها وقرارها التجاري والسياسي والاقتصادي هو الشعب الصحراوي، وبالتالي حينما يخرج هذا الصوت النشاز من عاصمة أوروبية ليقول هذا الكلام هو يتناقض مع أدبيات الإعلام على الأقل الذي يتفق في شيء واحد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وهذا ما نشاهده حتى في إسبانيا التي يحاول سانشيز اليوم توريطها مع نظام المخزن، كذلك في فرنسا التي هناك تيار واسع من اليمين يحاول على الأقل غض الطرف عن ما يحدث من تجاوزات وإخلالات في داخل نظام المخزن وتلميع هذه الصورة القبيحة الوقحة والتي تحدث عنها السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة إذا كنتم تتذكرون في العام 2013 حينما قال العلاقة بين المغرب وفرنسا هي علاقة عشيق بعشيقته ينام معها في الليل، ولكن عليه أن يبقى دائما أن يسترضيها في أقصى في آخر النهار لينام معها. للأسف الشديد هذه العلاقة الوقحة إلى هذه الدرجة هي العلاقة التي بلاها نظام المخزن والتي لا يمكن أن تتطور إلى علاقة طبيعية بين أنظمة ودول تحترم نفسها وتقدر نفسها، وهي السياسة والإرادة التي تريدها الشعوب المغاربية وتريدها بعض الدول المغاربية. خلينا نطرح هذا السؤال، قضية مصداقية هذا المخزن أستاذ حدي. نعم. أستاذ زغلامي، إذا مثلما كان يتحدث الأستاذ حدي الكنتاوي حول هذه الممارسات المخزنية وهذا السجل الآن، يعني منذ سنوات فقط عندك بيجاسوس، عندك في البرلمان الأوروبي موروكو جيت، وعندك الآن هذه قضية ستوري كيلرز، قضية جديدة بجلاجل. ترى الآن هذا مصداقية هذا المخزن، أو بصورة أخرى بأي وجه هذا المخزن الآن سيقابل العالم اليوم، وأصبح اليوم هو بطل، كل مرة تجي فضيحة إلا وتجده هو والصهاينة داخله. بارك الله فيك. هو تعاطفه أو يعني تطبيعه مع الكيان الصهيوني ورث منهم
كل الصفات اللي نعرفها لدى الكيان الصهيوني في محاولته للتعتيم للتضليل، واكثر من اكثر من هذا للتأثير، الذي من خلال حادثة رشيد مباركي وهو الان موقف من طرف بي اف ام تي في منذ 11 جانفي الماضي، دليل على انه مورط وتحت الان. خليني فقط نفتح قوس المخرج، اعطينا مقطع لرشيد مباركي وللمفارقة وللسخرية أنه يتحدث عن الفيك نيوز، عن الأخبار الزائفة في حول فيروس كورونا، وهو كان عميلا لنشر الأخبار الزائفة. أعطينا المقطع تاع رشيد مباركي وهو يستعرض الفيك نيوز، الأخبار الزائفة المتعلقة بكورونا. Je dis fake news à dessein parce qu'aujourd'hui autour de ce coronavirus circulent bon nombre de rumeurs. De fausses informations dont il faut se méfier, surtout lorsqu'on est chez soi et qu'on essaie de savoir comment évolue cette épidémie. Et ça, c'est avec Rachid Mbarki qu'on va le voir. Fake news, attention, danger aussi, Rachid. Effectivement, il y en a, vous l'avez dit, énormément qui circulent. Alors j'en ai choisi quelques-unes. D'abord, la mise en cause de l'Institut Pasteur par cet homme qui affirme, dans une vidéo qui a été vue des centaines de milliers de fois, cet homme qui affirme que le nouveau coronavirus a été créé volontairement en France. Professeur Zoghdami, سخرية ما بعدها سخرية. رشيد مباركي سيد الفيك نيوز يستعرض لنا ويدحض. ويقوم بتلقين لنا دروس حول فيك نيوز، وهو طرف ما شاء الله، وهو يعني طرف الامر. اذا ما حدث بالحقيقه اضافه الى يعني استعمال المخزن لكثير من البرامج الاعلام الالي، برامج لوجيسيال كما يقولوا سوفت وير فيما يخص التصنف في التجسس بعد بيجاسوس. كاين كذلك مؤخرا قام المخزن باقتناء برامج اعلام الي من دوله في منطقه الخليج وهي ستارتينك، وهذه كذلك يعني بين برامج اليوم كما نرى عفوا هو هناك هذا البرنامج وهو يتمثل في هيئه مختصه في التاثير في الاحتواءات والتلاعبات التعتيم والتضليل، تسمى ادفانسد امباكت ميديا سولوشنز. بعباره اخرى هذا البرنامج الاعلام الي ماذا يقوم؟ يقوم بتشكيل قائمه الاف الأسماء وهي أسماء يعني غير موجودة، أسماء وهمية، ويقوم بثها على مستوى شبكة الاجتماع لا لشيء، فقط إلى التمويه والتضليل والتلاعبات التي نراها هنا وهناك. إذن بعبارة أخرى المخزن يتفنن في تقنيات التزوير والتلاعبات باستعانة من الكيان الصهيوني وبتوظيفه لهذه الأدوات والتقنيات، آخر صيحة بطبيعة الحال، لا لشيء إلا فقط لربح الذمم والتأثير في مواقف الدول سياسيا وإعلاميا. ولما نتكلم على القضية الصحراء الغربية فحتما المخزن تمكن من التغلغل في كما قلت منذ قليل في البرلمان الأوروبي، وهو الآن يقتحم بعض وسائل الاعلام الفرنسيه وبالضبط بي اف ام دي في. ولا استبعد اقول ولا استبعد ان جهات اخرى او قنوات اخرى او مؤسسات اعلاميه اخرى سيتم كذلك توظيفها، لان ما حدث وطبيعه الحال الذي نراه هو كما قلت هناك تعاطي الاعلام الغربي بنوع من التعاطف مع القضيه الصحراويه، وكانه بالعكس وكانه يرضي المخزن من خلال تأييده لهذا. اذا كان هناك عمل قبلي ويتمثل في شراء الذمم وكذلك التأثير من خلال عناصر موجوده في هذه الشبكات الاعلاميه. قضيه هذه الستوري كيلرز، هذه الفضيحه الجديده بروفيسور زغلامي، وايضا قبلها موروكو جيت، فضيحه موروكو جيت وموروكو ليكس وغيرها، معلش يعني كثير منها. وكأن الاعلام الغربي او الجهات الغربيه تقول كانت في الماضي لما تكون هذه الفضائح يعني ضحيتها او ضحاياها او استهدافها مثلا الشعب الصحراوي او هنا في الجزائر، يعني هذا الاعلام يفوت عليها مرور الكرام. لكن الان ما دام ان الامر اصبح يتعلق بالبرلمان الاوروبي بالدول الاوروبيه وبالاعلام في هذه الدول، قالوا خلاص وصلت الى حدك، وكانه هذا الاعلام ما دام انه هذا الفضائح وصلت حتى الى ارضه الى اعلامه خلاص وصل الى الغضب الكبير. هو حقيقه باش نكون يعني الامور تكون واضحه، المغرب والمخزن قدم تسهيلات كثيره ومتعدده الى دول اوروبيه بما فيها اسبانيا وفرنسا، وكلنا يعرف بان مدينه مراكش
وهي منطقة طبيعة الحال تتوفر على كل يعني شروط الإقامة والإرياحية. فلهذا كثير من الفرنسيين من رجال السياسة من الدبلوماسيين من الصحفيين يحبذون الذهاب لهذه المنطقة. إذن بعبارة أخرى كانت فيها مقايضة بين المخزن وهذه الأطراف، ولهذا نظن كانت فيها تسهيلات. هذه التسهيلات بالمقابل سمحت لعناصر من المغرب من المخزن أن يتغلغلوا في الأوساط السياسية في الأوساط الدبلوماسية وفي الأوساط الإعلامية، وهذه النتيجة. ثم كما تفضلت هم استعادوا أقول بالتقنيات المتطورة للكيان الصهيوني في عملية التجسس وفي عملية التسلط وفي عملية الاستخباراتية والاستعلاماتية. ها نحن الآن أمام هذا الواقع. نظن الآن لا يأتي المغرب لا يأتي البرلمان الأوروبي وأعطينا دروس في حقوق الإنسان ولا في حرية التعبير وهو متورط كنفسه شأنه شأن الإعلام الفرنسي وكل وسائل أخرى التي دائما وأبدا تحاول التدخل في مصالحنا في شؤوننا. خلينا نشوف صحيفة ومجلة ماريان الفرنسية أعطت واحد الصفحة أولى إسبيوناج لوبينغ إنفلتراسيون بيبول كانابي إيميغراسيون كومون لو ماروك نو تيان. طبعا ربما هذا هو صورة المغرب كما أصبحت تراها اليوم هذه الصحافة الفرنسية. طبعا هذه الصفحة الأولى. الأستاذ حدي الكنتاوي، واش تعليقك؟ هذه ماريان الفرنسية وهذه هي صورة المغرب، كيف تراه؟ شوف، هو بالتأكيد أنه نظام المخزن، أعيد وأؤكد أنه نظام وظيفي في الحقيقة يلعب دور معين في حدود معينة، ولكن ما شاهدناه في الآونة الأخيرة وهو تداعي هذه الإمبراطورية الوهمية من محاولة التأثير في يعني ميكانيزمات سوفت باور، يعني ميكانيزمات القوة الناعمة في أوروبا خاصة، ومدى تأثيرها ودورها في صناعة القرار وفي رسم السياسات العامة. نظام المخزن بطبيعة الحال مع الفرنسيين والإسبانيين قدم كل شيء لهذه الدول، ولكن نظام المخزن لأنه يعني في الحقيقة هو سارق، والسارق كما يقال في العامية عندنا بما باع فهو ربح، يعني لأنه ليس حقه ما يقوم ببيعه، وبالتالي نهبه لثروات الشعب الصحراوي، لخيرات الشعب الصحراوي، يعني كمثال بسيط لاتفاقية الصيد البحري والزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي دافعت عنها مجموعة من النخب الفرنسية والإسبانية داخل الهيئات الأوروبية وداخل بلدانهم، كذلك الفوسفات والطاقة الريحية وغيرها من الخيرات والثروات الموجودة في الصحراء الغربية عائدات. الفوسفات راه يتبرع به للجابون سي الكنتاوي. على ذكر الفوسفات، بعدما أبواق المخزن وذبابه الإلكتروني يعني تحدثوا عن الجزائر وقالوا كيف لكم أن تتحدثوا عن المساعدات التي ترسلونها إلى إخوانكم في تركيا وفي سوريا، اليوم ولي أمرهم وملكهم هو شخصيا أمام أكياس الفوسفات في الجابون. والله العالم العربي بدأ، على الأقل الشعوب العربية بدأت تكتشف أن من أراد أن يتحدث بخير عن الجزائر وما بالك بسوء، عليه أن يتوضأ ويصلي يعني قبل أن يذكر الجزائر وما بالك بسوء. وبالتالي أعتقد أن دعاية المخزن وبروباغندا محاولة شيطنة الجزائر وشيطنة الشعب الصحراوي ومحاولة تقليل من قيمة الجزائر كقوة استراتيجية حقيقية عسكرية اقتصادية وسياسية محورية في شمال إفريقيا وفي إفريقيا عموما والعالم الثالث بشكل عام، هذه أصبحت من سياسة الماضي، لأن الجزائر يتفق الجميع أنها تخط يعني خطى ثابتة وحثيثة نحو في أقل من 30 ثانية أستاذ حد الكنتاوي، تشويه صورة الجزائر الإنسانية التي ساعدت ووقفت إلى جانب الشعب الصحراوي أستاذ حدي 50 سنة وهي تحتضن اللاجئين الصحراويين. أستاذ حدي في أقل من 30 ثانية نظام المخزن وفلسفة التوسعية اليوم تقف إلى جانب سوريا وتركيا ومختلف المضطهدين أستاذ حدي الكنتاوي ومغاربها. في أقل من 30 ثانية، ترى كيف سيكون تأثير هذه الفضائح المتتالية التي أصبحت الآن تملأ الصحافة الغربية والعالمية
ضد المخزن، هل ستظهر للعالم حقيقته أم أن أحبابهم الصهاينة سيتكفلون بتحسين الصورة؟ شوف بالمختصر انقلب السحر على الساحر، راهن نظام المخزن طيلة على الأقل 60 سنة الماضية من علاقات تحت الطاولة مع الكيان الصهيوني، وبعدما خرجت إلى العلن للأسف الشديد بتوقيع اتفاق مشبوه بما يسمى بين ظفرين أيادي إسلامية والإسلام منها بريء كل البراءة، هذه العلاقة التي اعتقد المخزن أنها ستحميه وأنها ستلمع صورته انقلب السحر على الساحر وأصبح انقلب السحر على الساحر محفوظة والجميع ينبذها في أوروبا في الهيئات الأوروبية في القوى الناعمة في الجامعات في وسائل الإعلام. خلينا نسمع آخر تعليق من البروفيسور العيد زغلامي في أقل من 30 ثانية أستاذ زغلامي، كيف سيكون ما بعد هذه الفضيحة الجديدة؟ أعتقد النقطة الأولى هو أن الآن المخزن في قفص الاتهام سياسيا دبلوماسيا أخلاقيا وإعلاميا. الآن على الاتحاد الأوروبي على البرلمانيين الأوروبيين وكذلك الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قرارات فيما يخص التصرفات الغير أخلاقية والغير قانونية للمخزن. حان الأوان أن نكتشف بأن هناك ما قام به المخزن إلى حد الآن ما هو إلا استراتيجية عن طريق شبكة ووسائل متطورة تكنولوجيا لا لشيء إلا فقط للتأثير والتشويه واقع الصحراء الغربية. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور العيد زغلامي أستاذ إعلام بجامعة الجزائر. الشكر موصول أيضا للأستاذ حدي الكنتاوي الدبلوماسي الصحراوي الذي كان معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل إن شاء الله سنمضي إلى موضوع الزلزال المدمر الذي ضرب مساحة واسعة في كل من سوريا وتركيا. المعجزة بعد مرور حوالي 12 يوما لا تزال فرق الإنقاذ تستخرج من تحت الأنقاض والمباني المدمرة ناجين أحياء. سنتحدث بشكل نسأل الطبيب المختص كيف يمكن أن يحصل هذا وما هو التفسير الطبي العلمي لهذا. فاصل ثم نواصل مشاهدينا.